السلام عليكم ست حكمة. زي الصحة انا عمرو الليسي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ انا اسف معلش. لا عليك. السلام عليكم. كل سنة طيبين. وانت طيب يا دكتور. انا جيت في وقت غير مناسب؟ لا والله ده انت شرفني. انا مش مصدقه والله. والله ما انا مصدقه. مكالمة بس 2-3-0 تجيب حضرتك لغايه عندنا؟ ده حاجه مش ممكن والله. انا ما مصدقه والله العظيم ما مصدقه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك وانت طيب. اتفضل البس واحنا منتظرينك. ممكن نقعد شويه معاكي؟ اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل نقعد هنا جنب بعض كده. والله انا ما مصدقه نفسي والله ما مصدقه. لا ليه كده؟ ده 2 جنيه بس اللي اتكلمت بيها. والله ما مصدقه والله العظيم والله العظيم انا مصدقه. انت كلمتيني في التليفون؟ ايوه. وقلت لي انا كذا. قولي بقى احكي لي انت قلت انا انا قاعده على التلفزيون وبعد شفت حضرتك بتقول احلم ان احقق حلمك في رمضان. لقيت الرقم 2-3-0 ورحت جايبه التليفون ورحت ضرباه. قلت له ما انا ست كبيره عندي 70 سنه انا عايزه تربه تدفن فيها ومش مصدقه ان انت حضرتك جيت لغايه هنا وتحققها لي. حاضر. احنا جايين عشان يعني مش هنغرمكم فطار ولا حاجه. احنا هنقعد معاكم بس لغايه قبل الفطار شويه كده. احكي لي بقى ايه الحكايه. اولا كل سنه طيبه. انت طيب حضرتك. رمضان كريم عليكي. الله اكبر. وعلى جوز حضرتك الطيب. ربنا يخليك. البس جزمتك وتعالى ولا يهمك يعني انت البيت بيتك. احكي لي يا امي ايه الحكايه بقى. الحكايه ان يعني انت عرفيني بنفسك اولا. بصراحه انا من مفاجاه مش قادره امسك. لا خدي نفسك كده وعلى مهلك كده ورمضان كريم عليك يا رب. ربنا يعود عليك بخير يا رب وعلى أولادك وعلى أمة محمد كلها يا رب إن شاء الله. أنا كل والله كل أملي كل ما نام وأقعد أقول يعني الواحد عايز مكان يدفن فيه لما يموت. ما فيش مكان. التراب الحاجة عندهم تربة مليانة وزحمة وكل اللي يجي يحطوه فوق بعضيه بقى. كل لقيت نقطة لسه متوفية قريب وبقينا مش لاقيين نحطها فين. حطوها والله على يعني فوق واحدة ميتة 2 فوق بعض والله. فما فيش يعني بقيت اقول كل ما انام انام واقوم اتخيل المقابر والحاجات دي. انت كل املك عايزه تربه؟ اه دفن فيها. انا مش عايزه حاجه. عارفه يا امي انا عايز اقول لك 70 سنه هتحلم بايه؟ انا عندي 70. ربنا يديك الصحه. ما احنا بيكلمنا الناس عندهم 70 سنه. بس اللي بيكلمونا بيبقى عندهم احلام ثانيه. الحقيقه عارفه حضرتك انا يعني وسط الرسائل اللي جات لي في البرنامج انا وقفت جدا عند الرساله بتاعتك. لانك انت بتتكلمي عايزه مقبره عايزه تربه. فانت زدت ربنا يكرمك انت بتعملي يعني كما عملت للدنيا عايزه. أيوة تطمني في الاخره. صح كده. ربنا يديك الصحه بطلع. ربنا يخليك يا رب. قولي لي بقى انت متجوزه وعندك اولاد ولسه هتلتقي بزوج حضرتك انت ايه ما تشاركنا هنا نلف الكرسي ده وتعالى جنبنا كده. ايوه ها كرسيك معاك. احكي لي بقى انت حكايتك ايه وجوزك بيشتغل ايه وعندك اولاد ايه انا عندي ولدين وبنت. والحاج طبعا كنت بشتغل معاه في سكه الحديد واتجوزنا. الحاج كان شغال في سكه الحديد؟ وطلعت في المعاش 2007. شغال حضرتك؟ كنت شغال موظف يعني. موظف. موظف. وطلعت على المعاش 2007 كده. طلعت على المعاش. حضرتك كنت شغال ولا كنت قاعد في البيت؟ لا كنت شغال الاول وبعدين قعدت. هو معاه في سكه الحديد. تعملي في سكه الحديد؟ كنت بطبع على العلبه الكاتبه. وبعدين؟ وبس واتجوزت وخلاص. جبتي اولاد قد ايه؟ ولدين بنتين وولدين. بنت توفت وبنت عايشه وولدين. اللي توفت دي عندها كم سنه؟ لا كان عندها حوالي 8-9 شهور كده صغيره يعني. الله يرحمها. واللي كانوا عايشين مين ومين ومين؟ ولدين وبنت. عرفيني بيهم. احمد واسامه. احمد عنده كم سنه؟ عنده 40. واسامه؟ عنده 35. والبنت؟ عندها 33 سنه. متجوزين كلهم؟ لا هي البنت بس اللي متجوزه. مخلفه؟ معاها بنت. ما شاء الله يعني انت جده كمان. الحمد لله. طيب والاولاد بقى شغالين فين؟ هم شغالين في ليبيا. ليبيا؟ بيشتغل في ليبيا. هو احمد كان فاتح مكتبه في الجامعه بس طبعا الاحداث من ساحه القذافي وكده يعني الشغل هم قالوا يعني احنا قاعدين هناك عشان ما يبقاش اعباء عليكم وكده. فبس. شغال في ليبيا بيعمل ايه؟ فتح يعني هو وزميل معاه وقال ولد يعني واحد صعب ليبي فاتحين مكتبه جوه الجامعه. مكتبه جوه الجامعه ليبيا وفيها حاجات ده كتب وكراسات ويصوروا حاجات كده. واخوه الثاني بيشتغل معاه في محل؟ لا في ليبيا برضه. ليبيا ايه بقى؟ محل بيبيعوا حاجات تقريبا قطع صغير سيارات. ما لقوش بقى شغل في مصر خالص؟ ما لقوش والله ما لقوا. وهنا يعني الحياه هنا بالنسبه لهم صعبه وكتيره وما فيش عمل وحاجه فقالوا ده احنا قاعدين هناك بس بينزلوا يعني. طيب
انا اسف يعني بيساعدوكوا؟ ايوه بيساعدوا. بيساعدوا. طلع المعاش 765 جنيه. بتاخد 765 جنيه؟ بعد خدمه 65 سنه على المعاش. حضرتك معاشك كام؟ لا ما بفيش معاش. بس انا استقلت الدنيا 13 ونص مكافاه، 13 14 جنيه ونص. يعني حضرتك انتوا عايشين بالمعاش؟ لا بس هو يعني دلوقتي زاد. بقى كام دلوقتي المعاش؟ قرب 1800. 1800. الولاد في كل مناسبه، مثلا عيد ام، عيد ميلادي، بيبعتوا لنا مثلا عايزه حاجه، محتاجه علاج ولا حاجه، عاوزه تعملي اشعاعات ولا حاجه، بيبعتوا لنا فلوس. يعني هل انت عندك اي امراض او حاجه؟ لا عندي، انا عامله شرايين، عامله دعامات في القلب وعندي ضغط. تصرفي كام بقى على علاج في الشهر؟ انا لا حسب الدوله. حسب الدوله؟ لا على حساب الدوله. والدعامات عملت اثنين على حساب الدوله، واحده عملتها على حسابي. عندي ابن احمد كان هنا قال لي طالما احنا نقدر ومعايا فلوس نعملها على حسابي، خلي واحد تاني يعملها بقى، فعملتها في مستشفى الشبراويش. عظيم جدا. ودلوقتي انتوا مين عايش معاكم في البيت بقى هنا؟ بتونسوا بعض، مالكم شغل بعض، ما هي بتبدا اصلا. حضرتك على حاجه، هي ما قالتليش ان كلمتك اللي بعد فتره. اوعى تكون زعلان انا جاي. لا استنى، لا استنى. قلت له ايه؟ قلت له على الطلبه وكده، يعني قلت له والله ده طلب غريب وممكن مثلا ما عملوش قبل كده، لكن انا بسميه عمرو الصادق. بشوفك انا في البرامج مع الناس بتتقطع وبتتألم كانك عايشين في فلك لوحدكم والباقي كله لوحده. قلت لها عمرو هيجي لك هنا. والله بنت اخويا قالت لي عمتي والنبي خلاص احنا نجي معاك. اعمل لدنياك كانك تعيش الحمد لله، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. هم هي بتفكر لما سمعوا لا طلب ما وراش غريب، يعني كل واحد يطلب حاجه كده. بصراحه انا شغال حضرتك، انا وقفت عند الطلب اللي امي طلبته لما بتقول انا عايزه توبه، فانا قلت يعني طلب غريب بصراحه وسط كل الطلبات اللي جات لنا. ما فيش حد طلب توبه لان انا محتاجاه فعلا، يعني محتاجه. جايين النهارده وربنا يقدرنا ان شاء الله ونحقق لك. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. رغبتك ان يعني يبقى عندك مخبره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بس قولي بقى انتوا عايشين مع بعض، بتونسوا بعض ازاي؟ بتعملوا ايه بقى؟ ايامكم في رمضان بتقضوها ازاي؟ ايامنا كنا الاول عيال من عيال ينزل معانا هنا يفطر معانا في رمضان 30 يوم يعني. وكانت بنتي موجوده اول ده اول رمضان هي اتجوزت وبنعزمها. وحسن متعودين يعني في رمضان يجوا عندنا الناس ونعمل اكل، وانا يعني عندنا يعني في شويه في ترحيب. ترحيب في ترحيب شويه بالناس يعني. فالحمد لله بنشوف الناس على طول مع الناس. في رمضان بتعملي ايه بقى؟ بتقصك ايه بقى؟ انا في رمضان بفطر واصلي المغرب وانام. بصراحه ما بقدرش. انا بتشوفي بقى وجع الدماغ بتاع المسلسلات؟ لا لا، اصل انا بصحى من الساعه 3 يعني، بس انا يعني كل يوم في الايام العاديه بس لا قبل الفجر بصحى الساعه 3 اصلي كامل الليل، وعندي جزء بقرا في المصحف. وعندي كتاب دعاء كده اسمه مفتاح الفرج بقراه كل يوم. وبعد كده ابدا اخش المطبخ بقى الساعه بعد ما اخلص كل اللي ورايا حوالي الساعه 6 7 اعمل الغداء والاكل اللي عندنا بقى خلصت له النهارده. بيساعدك في البيت ولا هو اللي بيعمل كل حاجه؟ لا بساعد طبعا. ازاي؟ كل حاجات كل حاجات بس اللي هي ما بتسالش يعني. كل حاجه بيعملها. انت راجل عصري والله. كل حاجه بيعملها بساعد عملت العمليه، يقول لي ما تتعبيش نفسك كفايه عليك انت مشاوير السوق تجيب الحاجه وسيبين انا، يعني بيعمل كل حاجه. طب والبنت بتجي لكم بنتكم؟ بتيجي. سلام. اهلا وسهلا على طول. البنتها ما بقاش صنع عنها ابدا يعني. لا ربنا يخليها لكم. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك يا دكتور عم. يا رب يخليك بخير وسعاده وربنا يديكم الصحه ودايما وطول العمر يعني ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب. انت نورتنا وانستنا. ربنا يخليك. نورتنا وانا سعيده جدا والله العظيم اني شفت حضرتك والله العظيم. طبعا.